مازال موجود ومازال مسيطر ماهوش هكا، وما فماش فن آخر في تونس برا الراب. شوفي الحق يعني مش نقول لك مانيش باش نكذب، بكل تواضع بالحق. شوف شو في عباد تنتج انت توا، فماش كان لي رابور اللي يخدموا كل يوم ويهبطوا كل جمعه ويهبطوا نهار بعد نهار، العباد تنتج تخدم تكسر في اليوز، ما هو حقه يقال، فهمت؟ فالفن الاخر ما شفت شيء، العباد تغني كذا ما شفتش لا تراكات جدد، العباد قاعد تعمل في موسيقى توا ابار الراب يعني اللي هو لا يشمل كل شيء، ما عادش راب برك الحكايه، لا ترنبي ولا بوب ولا تراب وشان وحاجات اخرى جمع، فهمت؟ تطورت العباد في الموسيقى. نجم تقول هذيك الموسيقى التونسية ماهيش راب برك. فما فنانين تونسيين إذا قاعدين ينجوا بخلاف الراب، توا شفنا لطفي بوشناق إذا كان هنا في صفاقس ومعناها. باش نقول لك هكاك مانيش نحكي على لطفي بوشناق، لطفي بوشناق خامة قديمة كيف ما نقولوا. نحكي لك على فما أبار راب ولا اللي تسمى رابور تو ينتج، ما فما حتى فنان آخر شفته.